السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المستوى السادس الجيد في الرياضيات، إذا صفحة 62 تنظيم ومعالجة البيانات. جيد، إذا دائما شعار القناة هو أنجز ثم صحيح. دائما حاولوا فهم طريقة ثم الإنجاز ثم تصحيح. فيديوهات خاصة بالتصحيح فقط. جيد، إذا نبدأ مع تصحيح التمرين رقم 1. إذا درجة حرارة الجسم السليم للإنسان هي حوالي 37 درجة، هذا إذا كان جسم سليم. وإذا تجاوزت 38 درجة فاصل 5 تصبح خطرا على صحته. سجلت سيدة درجة حرارة طفلها طيلة 14 يوم، يعني اليوم الأول هذه درجة حرارة، الثاني الثالث وهكذا، فحصلت على ما يلي. إذا اليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. ألف، أمثل هذه البيانات بمخطط بالأعمدة. إذا كيف نمثل هذه البيانات بمخطط بالأعمدة؟ إذا للإشارة دائما قبل التصحيح عندنا ثلاثة ديال الأنواع. كاين مخطط بالأعمدة غرافيك أباطون، يعني باطون بحال العمود أو العصا، باطون هي العصا. إذا غرافيك أباطون، دونك هنا نشوفوا مثال باش نفهموا، بحال هذا مثلا، هذا بالعصي، عصي عصا عصا عصا. جيد، ثم هناك النوع الثاني هو استوغرام مدراج، بحال هذا الشكل، هذا هذا كيتسمى استوغرام مدراج، يعني لاحظوا الفرق ما بينهما، هذا مدراج استوغرام. ثم النوع الثالث كاين مخطط بخط منكسر غرافيك الين بريزي، يعني خط منكسر على بحال الشكل ديال الجبل مثلا، ولا يعني بحال هذا. ولكن هنايا هذا في جوج الانواع، هذا العصي ولكن هذا الخط المنكسر، هذا الخط يسمى لين ا بريزي. طيب، ثم هناك القطاع الدائري من طبيعه الحال اللي كنديروا على نسبه على شكل دائره، اللي غادي نشوفوا حتى هو في هذا الدرس ان شاء الله. اذا امثل هذه البيانات بمخطط بالاعمده. اذا هذنا دائما المخططات كنمثلهم في ورق ملمتري، علاش؟ باش نتفاداو المسطره، استعمال المسطره مثلا. علاش كتكون هنا مقسمه مثلا 37 هنا 38؟ اذا لاحظوا هنا في الورق الملمتري كيكون مقسم مدرج، يعني 37.1 فاصلة 2 فاصلة 3 فاصلة 4 فاصلة 5 فاصلة 6 فاصلة 7 فاصلة 8 37.9 38 38.1 وهكذا، يعني لا نحتاج الى مسطرة. الى ما كنتيش غتستعمل ورق مليمتري يمكن لك تستعمل مثلا غير ورق عادي هكذا. وبنفس الطريقة لاحظوا هنا الايام، اليوم الاول الثاني الثالث الى اخره. هنا درجة الحرارة بطبيعة الحال، درجة الحرارة بالدوغري، وهنا بنفس الطريقة يمكن لي نستعمل مسطرة ونرجعو كالورق المليمتري أيضا. إذا لاحظوا هنا، إذا وضعت أنا مشيت بالسنتيمتر، لاحظوا جوج مربعات راهي سنتيمتر، لاحظوا من خمسة لربعة راه أن سنتيمتر سنتيمتر. دونك هنايا إلا مشينا بالتدريجات غنلقاو فيه 10 ديال التدريجات. إذا 37 التدريجة اللي مواليدة المسطرة 37.1 فاصلة 2 فاصلة 3 فاصلة 4 فاصلة 5 وهكذا، يعني حتى الورقه يمكن نستعملوها. اذا حنايا غنستعملوا واحد في الورقه، لان هنا بيانات مخطط الاعمده، وهنا بخط مخطط منكسر، بخط منكسر غنستعملوه هنايا، يعني باش الا كان عندك ورقه تستعمل هذه، كان ورق مليمتري دير ورق مليمتري. جيد، اذا الف، امثل هذه البيانات بمخطط بالاعمده. اذا اليوم الاول 39.8، اذا لاحظوا هذه هي 39.8، يعني التدريجة رقم 8 هي هذه. إذا هذا اليوم الأول، يعني 39.8 التدريجة رقم 8، إذا هو هذا. إذا هنا بما أننا قالوا لنا بخطط بالأعمدة، غنديروا عمود ثم اليوم الثاني 39.5، إذا هنا 39 ونصف، يعني هنا ثم 39.2 في اليوم الثالث، إذا هنا 39.2 يعني التدريجة الثانية. ثم 39.4، إذا 39 تدريجة رقم 4. ثم 39.6، إذا 39 والتدريجة رقم 6.
ثم 37.2 37، إذا هذه 37 يعني فاصلة 2 يعني التدريجة رقم 2 هي هذه. ثم 39 في اليوم السابع يعني هنا، ثم 38.6 إذا ها 38 هي هذه والتدريجة رقم 6 ها التدريجة رقم 6. ثم 37.5 إذا 37.5 أو التدريجة رقم 5 بحال بحال. ثم اليوم العاشر إذا 2 4 6 8 9 10 37.6 إذا التدريجة رقم 6. إذا 37.6 ثم 38.7 38 هي هذه 38 لاحظوا فاصلة 7 يعني 7 تدريجات. ثم رقم 12 39 يعني هنا، ثم 39.4 يعني ها 39 39 و4 تدريجات يعني هنا، ثم 40.2 إذا ها 40 وتدريجتان، إذا التدريجة الأولى التدريجة الثانية تدريجتان. جيد، إذا هذا هو مخطط بالأعمدة، هنا الأيام هنا الحرارة، هنا أمثل هذه البيانات بمخطط منكسر، هذا نديروه مثلا في الورق المتر، بغيت نديروه هنايا راه نفس الشيء، راه نفس الخدمة نفس النقاط، ولكن في العوض ما نديرو أعمدة، غنصيرو بيناتهم باش يعطينا خط منكسر، إذا نفس الشيء. أمثل هذه البيانات بمخطط منكسر، هنا يمكن لكم ديرهم في منحنى واحد، يمكن غير هاد النقاط هادو نصيلوهم بلون آخر ويعطينا خط منكسر، يعني نقدروا نديرهم بجوجهم في هذا، بغيتو كل واحد بوحدو ديروا كل واحد بوحدو راه بحال بحال. إذا هنايا 39.8 إذا هنا 39 والتدريجة رقم 8، إذا هذا هو الواحد، إذا هنا هذه 39.8 ثم 39.5 هنا ثم 39.2 يعني 1 2 إذا هذا هنا ثم اليوم الرابع 39.4 إذا 39.4 يعني التدريجة رقم 4 39.6 إذا نجي تال 39 ونحسب فاصلة 6 1 2 3 4 5 6 37.2 إذا هذه 37 التدريجة الأولى التدريجة الثانية يعني هذه. ثم اليوم السابع إذا 2 4 6 7 39 إذا هنا يمكن لكم تستعملوا مسطرة، لأن شوية الورق المليمتري ما تيبانش مزيان، يمكن تستعملوا مسطرة 6 7 إذا 8 2 4 6 8 38.6 إذا ها 38 هذا الخط بين 38.6 يعني 1 2 3 4 5 6 ثم 37.5 37.5 يعني النصف 1 2 3 4 5 يعني هنا أو هنا. ثم اليوم العاشر 2 4 6 8 10 37.6 إذا هنايا يعني هنا. ثم 38.7 38 إذا هذه هي 38.7 1 2 3 4 5 6 7 ثم 39 هنا ثم 39.4 39 1 2 3 4 ثم أخيرا 40.2 إذا 40 فاصلة التدريجة رقم 2. هنايا كيفاش نحصلوا على خط منكسر؟ غنصيروا ولكن كل نقطة مع اليوم الموالي، يعني الواحد مع 2، الاثنان مع اليوم 3، اليوم 3 مع اليوم 4 وهكذا.
إذا هذا هو الخط المنكسر. جيد، ثم الآن أحدد درجة حرارة هذا الطفل في اليوم الرابع. إذا غنجي اليوم الرابع، وهذا اليوم الرابع، وغادي نقرا هنايا اليوم الرابع 39.4، أو من هنا 1 2 3 4 39.4. إذا درجة حرارة هذا الطفل في اليوم الرابع هي 39.4، 39.4. جيد، ثم دال اليوم الذي كانت فيه درجة حرارة هذا الطفل أكثر ارتفاعا. إذا لجينا لهنايا أعلى نقطة هي هذه، يعني اليوم 14. لجينا للأعمدة نفس الشيء، أعلى عمود هو هذا، يعني اليوم 14. إذا اليوم الذي كان في درجة حرارة هذا الطفل أكثر ارتفاعا هو اليوم 14 أو 14. ثم الأيام التي كانت فيها درجة الحرارة فوق 39. إذا غنجي لهنايا، لاحظوا هنايا 39 هي هذه 39. إذا الأيام اللي كتفوقها هي هذا، اليوم الأول الثاني، يعني اليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس ثم 13 ثم اليوم الرابع 10. إذا الأيام التي كانت فيها درجة الحرارة تفوق 39 درجة. إذا كما هنايا كان قال لي فايتين 39 غادي نكتبوهم. إذا كما قلنا اليوم، إذا أكثر من 39 كل يوم 1 2 3 4 5، 2 3 4 5 ثم 7 لا قا هادو لا، كاين اليوم 13 واليوم 14، 13 و14. ثم واو الأيام التي كانت فيها درجة حرارة الطفل عادية. إذا هنا قالوا لنا عادية هي 37 درجة، إذا 37 أو حوالي 37 راه كتعتبر عادية. إذا اللي فيها 37 كاين هنايا اليوم السادس، وهادو تما نقدروا نعتبرهم قراب، لأن اليوم التاسع والعاشر، لأن 37.5 ولا .6 حتى هما نقدروا نعتبرهم ايام عاديه، لان ماشي شي حاجه كثيره. اذا اليوم السادس والتاسع والعاشر، اذا 2 4، اذا السادس والعاشر والتاسع، السادس والتاسع والعاشر، اذا السادس واليوم التاسع واليوم العاشر، هذو نعتبرهم عاديين. جيد، الآن نمر إلى التمرين رقم 2. دونك سجلت أستاذة أسماء الشهور التي زاد فيها تلاميذ قسمها. إذا مثلا التلميذ الأول زاد في يناير، التلميذ الثاني في شتنبر، الثالث في فبراير، وهكذا. ونظم هذه البيانات في جدول. إذا هنا لبغينا ننظموا البيانات في جدول كهادو كيتسموا الميزات. إذا هما اللي غنكتبوهم في السطر الأول، بين يناير فبراير مارس إلى آخره. هنا يمكن نضيفوا الشهور، مثلا هنا الشهور، وهنا عدد التلاميذ، الشهور عدد التلاميذ. اذا نجيو ليناير، شحال من تلميذ زاد في يناير؟ غنحسبوا يناير كاين ها التلميذ الاول 1 2، اذا تلميذان، نسجل تلميذان. بالنسبه لفبراير نفس الشيء، 1 2 3 4، اذا 4 تلاميذ. بالنسبه لمارس كاين 1 2 3، إذا 3 تلاميذ. بالنسبة لأبريل، أبريل 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 لا يوجد أي تلميذ، إذا 0. ثم بالنسبة لماي، إذا نبحث عن ماي، 1 2 3 4 5 تلاميذ. بالنسبة ليونيو، إذا يونيو نحسب أو نبحث عن يونيو، إذا كاين تلميذ 1. بالنسبة ليوليوز، يوليوز إذا يوليوز غير موجود بمعنى 0. بالنسبة لغشت 1، إذا غشت كاين 1 فقط، تلميذ 1. بالنسبة لشوتنبير، إذا نبحث عن شوتنبير كاين 1 2 3 4 5 6، إذا 6 تلاميذ. ثم بالنسبة لأكتوبر، إذا بالنسبة لأكتوبر أيضا غير موجود. بالنسبة لنوفمبر، إذا نوفمبر 1، إذا تلميذ 1.
تلميذ واحد. بالنسبة لدو جنبير أيضا واحد فقط، تلميذ واحد. إذا لكي نتأكد أن الجواب صحيح نحسب هنا، نجمع العدد التلاميذ 4 زائد 3 7 زائد 2 9 زائد 1 10 زائد 5 15 16 16 زائد 6 22 23 24 تلميذا. نحسب هل هناك 24؟ إذا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24، يعني هو هذاك العدد. إذا أنظم هذه البيانات في جدول، إذا هذا هو الجدول. بالنسبة لما أمثل هذه البيانات بمدراج، إذا نعلم أن المدراج هو إستوغرام. دونك عندنا الجدول هو هذا. إذا عندنا الشهور، دائما السطر الأول، السطر الأول هو اللي كنديرو في الأسفل، يسمى الأفاصيل. إذا هذه هي الشهور أو الأشهر، ديما كنديرو في الأفاصيل. وبالنسبة للسطر الثاني اللي هو عدد التلاميذ، دائما في الأعلى أو في العمود، يعني دائما ما نقلبوش لقلبنا ما كيجي عندنا الجواب خاطئ. دائما السطر الأول هو الأفاصيل، هو اللي كيجي هنايا دائما. إذا يناير 2، غنجيو ليناير هنا، نتذكر أن قال لنا مدراج. إذا يناير عندنا 2، إذا غنجي ليناير وغنحدد 2، هي هذه 2. هنايا بالنسبة لهاد الأرقام، هاد الأعداد هادو، راه عندكم اختيار كتجي مضاعفات واحد بحال أنا كي درت هنايا 1 2 3 4 5 6 7، أو مضاعفات 2 يعني 0 2 4 6 8 وهكذا، أو مضاعفات 3 0 3 6 9، يعني خاص نفس المسافة تمشوا بالمضاعفات ديال شي عدد معين. ولكن هنا كيف نختار العدد المعين؟ من خلال هاد الأعداد. بحال هنايا مثلا بالي أنا أصغر عدد هو 0، أكبر عدد هو 6، بمعنى إلا مشيت غير مضاعفات واحد غيجيني مزيان وصغير. ميمكنش هنايا أصغر عدد 0 أكبر عدد 6 ومشي أنا مثلا بصفر 10 20 30 40 ديال مضاعفات 10، ما يمكنش، لان هنا كلشي غادي يتزاحم ليا في هذا الشيء الصغير، غيجي المبيان صغير بزاف. اذا هاد الاعداد هما اللي كيوروني، كنشوف اصغر عدد اكبر عدد هما اللي كنبني عليهم هاد المضاعفات اللي غنوضع هنايا، وهي غالبا غتمشي بمضاعفات 4 ولا 5 غالبا. اذا هنا اختاريت انا مضاعفات 1 لان هنا اصغر عدد 0 واكبر عدد 6. اذا يناير 2 قلنا هنا 2، وغندير مدراج. اذا المدراج، المدراج هو هذا، نقول لي مدراج، خصني ندير مدراج. بالنسبة لي فبراير 4، إذا غنجي لفبراير وغنجي تال 4 يعني هنا، وغنصوب مدراج. إذا هكذا هذا هو المدراج. هنا يمكن لي نخلي فراغات ما بين كل شهر وشهر، ويمكن لي ما نخليش فراغات وندير واحد حدا واحد، ما كاين حتى مشكل. بالنسبة لي مارس 3، إذا هنايا 3 بالنسبة لأبريل 0، بالنسبة لماي 5، إذا 5 هنا، بالنسبة ليونيو 1، إذا هنا، بالنسبة ليوليوز 0، غشت 1 يعني هنا، نخليو هذا وتال بعد نديرو خطره. شو تنبير 6، يعني 6 هذه هي 6، بالنسبه لي اكتوبر 0، نوفمبر ودو جانفير 1 1 يعني هنا وهنا. اذا هنايا ندير لهم 1 1 من بعد دابا نصوبو هذا. جيد، إذا هذا هو المدراج. كما قلت نخليو فراغات بحال الشكل اللي كاين دايرين هما في الكتاب مثلا بحال هذا، نقدروا نخليو فراغات ونقدروا ما نخليوش فراغات، يعني نديرو بحال هكا، نديرو كلشي مجموع مثلا هذا لاصق مع هذا وهذا حدا هذا، كلشي بدون فراغات. جيد، نمر الآن إلى السؤال الموالي. إذا أمثل هذه البيانات بقطاع دائري. إذا بغينا قطاع دائري، هنا غنجيو للقطاع دائري، هنا كنرسمو دائرة يعني بأي شعاع، يعني من الاختيار ديالكم، ما كاينش مشكل في اختيار الشعاع، يعني أي دائرة كيفما
كانت وكنديروا الشعاع ديالو، يعني خذوا الشعاع اللي بغيتوا ديروا دائره صغيره دائره كبيره متوسطه، ماشي كاينش مشكل. جيد، غنحتاجوا هنايا في القطاع الدائري غنحتاجوا القياس الزاويه، يعني قياس الزاويه كيفاش نحسبوا الزاويه اللي غادي نرسموا في هذه الدائره هذه، لان كنعرفوا حنا الدائره شحال القياس ديال الدائره، قرينا في الزوايا ان قياس الدائره هي 360 درجه، وبالتالي الا بغيت قياس الزوايا غنبدا مثلا يناير خاصني قياس الزاويه ديالو، اذا يناير، اذا بالنسبه ليناير هنا كناخذوا الجزء اللي هو شحال 2، والكل شحال حسبنا مع عدد التلاميذ قبيله، حسبنا 24 تلميذا، يعني الا جمعنا هذا زائد هذا زائد هذا غيعطينا عدد التلاميذ اللي هو 24. في يناير كاينين غير 2، اذا شنو كنديروا؟ كنديروا الجزء اللي هو 2 تلميذا في يناير كنضربوا في 360 اللي هو قياس الدائره، وكنقسموا على الكل اللي هو 24. اذا هنا ما معنى هذا باش ما نتلفش بزاف، هما راه كيعطوكم في طرق وقواعد اخرى ولكن طويله وصعبه، هذه اسهل طريقه هي هذه. دائما الجزء دابا اي مثلا هذا ونحسب هذا كندير 2 نقسمها على الكل على كل شيء على 24. بغيت نحسب فبراير 4 نقسمها على الكل 4 على 24. بغيت مارس 3 نقسمها على الكل 3 على 24. مزيان، دابا ملي كنقسم الجزء على الكل الا ضربت 360 كيعطيني قياس الزاويه، كيعطيني قياس الزاويه. ولا شديت الكل و على الجزء عفوا على الكل بحال هذه، اذا الا ضربت 360 كيعطيني قياس الزاويه اللي غنرسم في القطاع الدائري. الا شديت الجزء على الكل اللي هو بحال هذا ولكن ما ضربتش 360 ضربتها في 100، هنا كتعطيني النسبه المئويه. شي سؤال طلب مني النسبه المئويه، وغنشوفهم في التمارين غيطلبوا مننا النسبه المئويه في هذا الدرس هذا. نضرب في 100، اذا هنا عندكم طريقه سهله جدا، بغيتي قياس الزاويه باش دير القطاع الدائري ضرب 360، لان 360 هي قياس الدائره. بغيتي نسبه مئويه نضرب في 100، ودائما الجزء على الكل، هذا هو الدرس كامل، الجزء على الكل. ضربتي في 360 قياس الزاويه ضربتي في 100 النسبه المئويه. دابا غنشوفوا حنا يناير قلنا 2 ضرب 360 قسمه 24، اذا من طبيعه الحال بعد اجراء العمليه نضربوا 2 في 360 تعطينا 720. 720 قسمناها على 24 تعطينا 30، اذا درتوا العمليه غتعطيكم 30. جيد، بالنسبه لهذه الزاويه اللي هي 30 كنجي لقيت الدائره ديالي كناخذ منقاله وكنعتمد على داك الشعاع باش بديت وكنرسم زاويه فيها 30 درجه فقط، هذا ما كان، يعني الامر سهل جدا. لاحظوا المركز على المركز، مركز دائره على مركز الدائره، مركز المنقاله على مركز الدائره، الصفر على الضلع، وكنحسب 30 فين هي 30، وكا 0 10 20 ها 30 هي هذه، دونك هذه هي 30. جيد، ثم اصلها مع 30، غير هي ما نتجاوزش الدائره، لا اتجاوز الدائره، يعني حدي حد الدائره، انا قاديت مع النقطه ديال 30 ولكن حدي حد الدائره. هنا غنكتب يناير. جيد، نمر الان الى فبراير، اذا بنفس الطريقه تا هو الجزء على الكل، ديما الجزء على الكل. فبراير شحال عندي؟ عندي 4 والكل عندي 24، اذا 4 على 24 الجزء على الكل، قلنا لا ضربنا في 360 غتعطيني الزاويه، ضربت في 100 تعطيني النسبه المئويه. هنا من بعد اجراء العمليه غتعطينا 60 درجه، غنجي الدائره هذه المره ما غنعتمدش على هذا الاول، غنعتمد على اخر واحد كاين هو هذا، نقدر ندور الورقه والدفتر بحال هكا ونعتمد على هذا الضلع هذا هكذا، شو على الضلع الثاني ونحسب 60 ديالي، اذا ها 50 ها 60 هي هذه. من طبيعه الحال غنصيل مع 60، وكما قلت قبيله من لا اتجاوز الدائره حدي حد الدائره ونكتب فيها فبراير. ثم مارس نفس الطريقه، اذا بالنسبه لمارس الى لاحظنا في الجدول عندي 3، اذا الجزء هو 3 والكل هو 24 ونضرب 360 باش تعطيني زاويه، اذا من طبيعه الحال غتعطيني الى درنا العمليه غتعطيني تقريبا 45 درجه، الا ضربت 3 في 360 والجداء قسمته على 24 عمليه القسمه غتعطيني 45. غنجي لاخر ضلع درت هو هذا غنعتمد عليه وندير 45 درجه، اذا هكذا، اذا هذا هو الصفر،
إذن ها 40 ها 5 و 40 ثم أصل ثم أكتب مارس. غنجي لأبريل صفر، إذن صفر غتعطيني صفر درجة، يعني صفر صفر إلى قدرته 360 قسمته على 4 غتعطيني صفر، يعني غير موجود أبريل. بالنسبة لماي عندي 5، إذن ماي إذن عندي 5 نضربها في 360 ديال الدائرة ونقسم على الكل هو 24، بطبيعة الحال غتعطيني 75 درجة. إذن غناخذ منقلة آخر ديال كان درت هو هذا ديال مارس، غنعتمد عليه وندير 75 درجة. إذن هكذا، إذن هي قلت المنقلة، إذن هكذا وندير 75 درجة. إذن هنايا ها 70 ها 75 درجة ثم أصل دون تجاوز الدائرة، وهذا قلنا ماي لأن أبريل كان فيه الصفر. ثم ماذا يتبع ماي؟ هناك يونيو يعني واحد، إذن بالنسبة ليونيو إذن واحد ضرب 360 قسمة الكل، إذن أعطينا 15 درجة. إذن نكملوا الحساب عشان نرسموا ونكملوا الزوايا. إذن بالنسبة لغشت واحد بحاله بحال يونيو، إذن غشت بحاله بحال يونيو تاهو 15 درجة. بالنسبة لشوتنبير 6، نول ودوجنبير بحاله بحال غشت يعني واحد، إذن شوتنبير 6، شوتنبير 6، إذن 6 ضرب 360 قسمة 24 تعطينا 90 درجة. وكما قلنا الآخرين نونبير ودوجنبير نفس الشيء، لأن فيما واحد واحد سبقنا حسبناها هي 15 درجة، وهذا نفس الشيء 15 درجة، يعني تاهو نفس العملية. إذا كنا وقفنا عند ماي، إذا غندوزو ليونيو و غشت 15 15، متابعين يونيو و غشت. إذا كنا وقفنا عند ماي، غنكملو على ماي. إذا بنفس الطريقة غنوضعو المنقلة، غنوضعو الصفر على الضلع ونحسبو 15، إذا ها 10 15 ثم أصل. إذا هذا يونيو ثم نعم غشت، غشت هو 15 درجة لأن حسبناها. إذا ها 10 15، إذا خدمت هذا غشت، أما يوليوس فهو صفر غير موجود. ثم من بعد غشت شوتنبير 90 درجة، إذا هنا نكملوا على هذا آخر واحد عاوتاني وصلنا ليه، إذا 90 درجة هي هذه. إذا هذا 90 درجة هو شوتنبير. ثم هذه اللي بقات هي خصنا نقسموا على جوج، لان بقى لي نونبير ودوجنبير 15 15، اذا هذه نديرو 15، اذا 15، اذا ها 10 ها 15، اذا هذا نونبير. وطبيعة الحال 15 الاخيره اللي بقات راها لي دوجنبير. إذا هكذا حصلت على قطاع دائري. إذا هذه الطريقة باش نحصلوا على القطاع الدائري. جيد. ثم الآن عدد التلاميذ الذين ازدادوا في شهر ماي. إذا هنايا باش نجاوبوا على السؤال نرجعوا للجدول ولا الميبيان. إذا في شهر ماي 5 ديال التلاميذ، فعلا هنايا حتى في الجدول ماي 5 ديال التلاميذ. إذا عدد التلاميذ الذين ازدادوا في شهر ماي 5 تلاميذ. الشهور التي ازداد فيها تلميذ واحد فقط، اذا هنايا تلميذ واحد فقط كاين يونيو غشت نونبر دوجنبر. اذا يونيو غشت نونبر و دوجنبر. جيد. عدد تلاميذ هذا القسم سبق لنا حسبناه هو 24 تلميذا. وهنا كيفاش جبناها؟ رجمعنا 2 زائد 4 بحال هكا، 2 زائد 4 زائد 3 زائد 5 زائد 1 زائد 1 زائد 6 زائد 1 زائد 1.
إذن هنايا إلا جمعنا غتعطينا 6 9 10 15 16 22 23 24، إذن 24 تلميذا. اسم الشهر الذي ازداد فيه أكبر عدد من التلاميذ، إذن هنايا إلا شفنا في القطاع الدائري أكبر زاوية هي شوتنبير، لاحظوا زاوية كبيرة، زاوية قائمة لأن فيها 90 درجة. إلا شفنا هنايا في الأعمدة غنلقاو أطول مدراج هو شهر شوتنبير، يعني نفس الجواب، إذا هو شوتنبير. ثم الشهور التي لم يسجل فيها ازدياد أي تلميذ بمعنى الصفر، إذا كاين أبريل، يوليوز، أكتوبر. إذا أبريل، يوليوز، و أكتوبر. جيد، إذا إلى هنا أنهينا التمارين الصفحة 62. لا تنسوا لايك للفيديو تشجيعا لنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.